جبوليو يا نادر وهبية جمعت لي قالوا كاميرا مخفية وآي آي آي يا في القعدة شبني عبد أخويا خرجوا لي جيمو يا نطفر وهبية وآي آي سنوني في قناة الوطنية آي 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 بابنا صحاف طوركم هادو ليكيباج الوطنية رانا نوجدو لكم غير جديد ما عبدو والسيموح يوسف ومهدي وجو الخداع الحاج والروجي وزيد معاه الروجي معاهم صغير وزيد صغير آه واش راه صاري ريح معانا في عرض أسطوري هاي منا كيكور قال لي راشد كيكور بارولي قلت له كيكور بارولي نعرفو صحاف طوركم الحباب اليوم جانا كيكو البارولي اليوم راك مع عبدو في عرض أسطوري خود راحتك عقلك راح يستوبي تم يا حصرا نادي يعني او جاي هذا الشونت قال لي باش يكتب لي احد الالبوم ديالك ضغطه قاعد ديالك عنده استوديو ثاني لاباس به اتفاهم معاه راشد انا نقول له كيكو بارولي كيكو بارولي شكون اصبا قلت له نعرفه انا هذا واش راك تخلط كيكو الاستوديو الاستوديو اه اليوم رحت له اسمه الهداف طلع الهداف كيفاه راشد راح قال له عنا خلاص اي بون ماشي يا حيدي يا حباب نشوف فيسبوك ديالو سلام صح اخويا لاباس شفتو رجعت حبيبنا على بالك جوعني يا معين صافي بليز يعني عندكم طواجن يا اخي حسب واش قريت عطيني 100 طواجن عندكم تاكلوا كل شيء احنا كيفو ما نشلطوش لا ما نشلطوش 100 طوا عندكم جيبهم لنا صحيت خوت عيش انا قلعه مع بعض من ما احبس الغازان والله دو موندي يا كيكو اش تيطحوا طاجين طاحت في يد عبدو ما عندك ما تدير واش هذا اللي بعث له ما رجع ليش اصبر بعث له تصويره انا وياك ها با 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 ينوض على الضبعة الخمسة والله ما يبعثوا له وحدة باش نقول له الحق الميساج خلاص هايلة قاع هايلة بيان سور خو تفضل وشنو نخلص عليكم ها؟ خلي صاحبي يكتب موسيقى يضل يميتي عليك كاش منها صافي بليزر تقعد اه يا اوكي نعم زي ابدا اللعب يحلى جاك الروجي خود معاه السيلفي صافي بليزر صحيت خود عيش معليش ما ضل نعرفك متخلق ومتواضع ما تخيب لا كبير ولا صغير طيب اخويا ايش الله يسرك صحة هاي سلمك صحة عشاك مش فطورك الحاج يسمع غير الشعبي ولا على بلاش كاع شكون بحمان والقروابي
جات تاعك واقيلا تاع ولد بارك الله فيك. مزيان بديت لي بالضيافه ها مزيان بدانا بالضيافه. كيفك كيكو؟ كاش جديد؟ كاش خدمه؟ واش عندك؟ واش عندك جداول؟ اي كتبت واحد ثلاثة اغنيات وزوج واحد صاحبي صاحب راشد قسم اه كتبت له ثاني؟ اه كتبتلو وحده نجي نسمع كاع على بالك الحصه كتبتلو وحده ثاني شاب ميمو. شاب ميمو؟ اه ما عرفوش شاب ميمو. كتبت له مع صافي بليزير ان شاء الله الخدمه مره ماشيه. هذا ان شاء الله خدمه ما شاء الله بروفيسيونال. الله الله قلت له يتهلا كيكو ثاني يعطيك حاجه ما شاء الله. صحيح خو هذه تاع ستوري كيكو هذه تاع ستوري. شتيتها يا خويا شتيتها نتصور معاها مقبل من الفضيحه. الله 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 شطاطح شطاطح لا يا روح بسم الله فاجعنا. الدنيا مدنيا اليوم الدنيا مدنيا اليوم. ايوب الله غير الواتساب تاعو باش يبعث لي واحد التصويره والله غير يبعثها لي دوك لازم دبر راسو يبعثها لي دوك. ايوب اصبر شوف شوفو قبل ما يدير اي حاجه يبعثها لي. قبلته اش كاين كونكس هايا بسم الله هايا كل معانا بيد مع صديقي خليه يا عبدو خليه وش بيك تقلق فيه كيف مال كيكو ها اخ معروف كيكو انا العساس تاع الحومه ما يعرفنيش. صويره مازال ما لحقت فيها اه حصل كوغي بعتها لي والله كوغي من ننسى حصلت لي يا ابن عمي حصلت لي عيني يخرجوا يا جدا عبك راح الحال اي 8 لازم يفريها والله طول علينا هلا والله طول يا اخو هيا كل معايا نقول لك حاجه والله غير هو مكتوبك دوك يجيب لنا حاجه حلوه ما نش قادر مع هذا اضرب 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 مكتوبك هذاك اللي قصدي طول والله طول طول عبك الوقت ايه 8 والمدام عندي المدام واحد المدام لازم نروح ليها. ايه لازم دوك يفريها. يا ربي. اه الحاج راح اش تيطع راحت كوكي بدا يتقلق
باليدين وتطبع. هذه هي يا كوكي، واش داك العرضة اسطوري. ديكو 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 راح 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 ديكو تسبنيش انا خوك انا انا خوك انا خوك عينيا عينيا نموت عليك نموت شراش هادو شي يدير ادخل ليه روح كنت نعيط شكون هادو شايو منا ايوا الله الله يالله صافي بليزير التوام كيفاش تبدلوا الماكله الشيخ طايح هذاك يلعب على المورال ما كانش هذا ما كانش فيه الحب ولا الحب وهذا ما كانش فيه الحب ولا فيه الحب ما حد يقول وما دام تعيط قلت انا هذيك كل ديدو ديدو كل حاجه يعيط اروح ديدو اروح منه محلي درت لي خلعه كبير ها الله يبارك يا الله صافي بليزير في رمضان في رمضان القناه الوطنيه نقول لهم صحه رمضانكم ويعطيكم الصحه ليكيب لا مزيه اخو دارها لك راه شعبه دار لك عبدو دار لك عبدو وتحية الدومة الله يصلك تعيش جابوني اليوم يا نادارو هذية جمعت لي قالوا كاميرا مخفية وآي آي آي يا في القعدة جابني عبدو خويا خرجوا لي جيمو يا نطفروا هذية وآي آي جاني سيرفر واللي طبع فيا اي 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 كيف هانت الحكاية يا الارض لعبت بيا سنوني في قناة الوطنية اي اي